دواء مادة خطرة ما لازم نستعملها بطريقة عشوائية. لما بينوصف الدواء مريض لازم يعرف شو هي الدوز، طريقة الاستعمال، مدة العلاج وشو هن الأسس اللي لازم يراقبها. مراقبة الدواء بتنقسم لشقين، الشق الأول هو مراقبة مستوى الدواء بقلب الدم، أما تاني نوع من المراقبة هو مراقبة الأثار الجانبية للدواء. مثلاً إذا كان المريض عم ياخد الأيزوتيتينوين اللي هو لمعالجة حب الشباب، لازم نراقب كل فترة مستوى الكوليسترول تريغليسيريد ومستوى كمان وظائف الكبد والكلى. إذا وصفوا الأدوية الدقيقة مثل الليثيوم والفالبرويك أسيد اللي بينعطوا للصرع أو لمعالجة الأمراض النفسية، لازم المريض كل فترة يعمل مراقبة لمستوى الدواء بقلب الدم، كمان المريض يعرف أي دوز يعطي. شو ما كان الدواء يلي عم تاخده، دايما لازم تبلغ عن الأثار الجانبية مثل الجفاف التم، الإسهال، الإكتام، العبقة، الحكة، ودايما خلي بالك إنه الصيدلي هو الخبير الأول للدواء.